الإيد اللي بتبني والإيد اللي بتعمر، ما كانش ينفع إن احنا نمشي من غير ما نتكلم معاهم ونتعرف عليهم أكتر. والحقيقة أنا معايا مجموعة كبيرة جدا من المصريين اللي احنا دايما بنفتخر بيهم. المشاريع دي كلها وفرت فرص عمل لعدد كبير جدا من العمالة، عدد كبير جدا من المهندسين. أولا أنا برحب بيك وتسلم إيدك يا رب أنت وكل زمايلك. خليك أستاذ الله يبارك فيك. عرفنا عليك. أنا أحمد هريد محمد بكر من أسيوط. أجدع ناس. نشكر سعادتكم إن أنتم نورتونا نهاردة بالدنيا كلها. وأنا في الموقع دي من أيام من الموقع دي بدايتي، من بداية وأنا في الموقع وفي الكيان والعاصمة والإدارية كلها مشاريعها كلها شغالة تبع الشركة دي وتبع كذا شركة يعني. ده شيء. ساعتها اشتغلت معاها وتعبت معاها الشركة دي. اشتغلت في العاصمة واشتغلت في كل مشاريع الدولة ودلوقتي موجود في يعني بتشتغل في تطوير المطار. تطوير المطار سان كاترين الدولة. ومرحب بيكم والله. طيب قولي كده احساسك ايه وانت بتبني حاجة مهمة للبلد وانت يعني بتنفس مشروع مهم للبلد. انا مبسوط والله كديت انا هنوك بشغل ومبسوط والله يعني انا وجماعتي والناس كلها والله اللي معايا يعني بالصلاة على النبي هذا بالصلاة على النبي يعني فرحان قوي والله. متزوج عندك اولاد؟ عندي محمد وعبد الرحمن. ربنا يخليهم لك يا رب. طب قبل المشاريع دي ما تتنفذ كنت تشتغل؟ كنت شغال في الكهرباء برضه في بورت سما والاماكن برضه الاماكن برضه الكويسه في شرم. مبسوطه جدا اتعرفت عليك وتسلم ايدك. السلام عليكم. اهلا وسهلا. كله تمام؟ ازيك يا حاج؟ الاخبار؟ منورين وتسلم ايديكم. وطبعا هم دلوقتي كان عندهم يعني مبادرة بداية علشان السلامة المهنية ودي طبعا مبادرة تابعة لرئاسة الجمهورية. اولا اتعرف عليك وبقالك هنا شغال في مشروع قد ايه؟ احمد مجدي مساج قرية بلاسفورة. شغال هنا ليا 4 شهور والحمد لله. المشاريع اللي بتنفذها الدولة ازاي فتحت فرص عمل للشباب، فتحت بيوت ناس كتير، ازاي؟ في كل العمل المتوفر هنا للعمال في جميع المشاريع في العالمين في مدينة بدر، كل العمال يعني اقتصاد للعمال بتاعت البلد. موفرين ليكم سكن هنا؟ الحمد لله موفر كل حاجة. واخبار بعد اذنك يا سيادة المحافظ، اخبار الفلوس ايه؟ كويسة؟ القبض ينزل في ميعاده. أهم حاجة القبض بينزل في ميعاده. ينزل في ميعاده الحمد لله. القبض كويس ولا؟ كويس. معنا سيادة المحافظ ممكن نستغل وجود العوفيس يعني لو عايزين زيادة. تمام الحمد لله. عايز حضرتك عايز تقول حاجة؟ لا والله هو الفرص هنا الفرص في كاترين وجنوب سيناء عموما. احنا عرضنا خطة التنمية الشاملة لجنوب سيناء على فخامة الرئيس وصدق لنا عليها من اقتناعه لان ده السبيل الوحيد للتعمير والاسلوب الجديد. هو الف في الاحتفاليه بتاعت شهر 4 بتخص تحرير سيناء قال احنا المعركه دي بتاعت التعمير والبنى سيادته قال كده نصا لا تقل اهميه عن معركه التحرير. بس لان انا النهارده لو حررت ارض وما قعدتش فيها وما عمرتهاش يبقى ايه اللي انا استفدته؟ اكلمك على قد مستواك. انا النهارده فرص العمل موجوده، فرصة ان انت تتجوز وتعيش وتعمل اسرة موجودة. هنعمل لك مدارس والدولة اولت رعاية لده. مدارس وصحة صحة تعليم حياة كريمة. طب ايه المطلوب تاني؟ والدولة كلها مركزة معاكم في انها توصل الخدمة وبجودة عالية بتوجيهات رئاسية والدولة كلها وراكم لحد لما تجيلك هنا بإذن الله. اتعرف على حضرتك وطبعا يعني انا شغالين من الصبح. تسلم ايديكم. احمد الشريف من اسكندريه. طبعا عندك اسره وعندك اولاد. معايا 3 اولاد. ربنا يخليهم لك يا فندم. ربنا يخليهم لك. حضرتك شغال هنا في المشروع بقالك قد ايه في المطار؟ ثلاث شهور. اخبار الشغل ايه؟ لا 10 على 10 والله. التزام وكل حاجه موجوده بفضل الله يعني. وشغالين احنا بنعمر. احنا مهمتنا في حياتنا هنعمر البلد بس يعني احنا مش عايزين نعمل اكتر من كده. وطبعا نفس الناس معانا كلها والناس كلها بتشجعنا وكله بيلتزم معانا والقبض كويس وكل حاجه تمام. القبض انا يعني انا سالتك على القبض ولا ده هي المعادله 1+1=2. الوقت
الوقت طيب قد ايه؟ بتشتغل كم ساعه في اليوم؟ بشتغل من 7 8 لغايه الساعه 4، واللي عايز يسهر بيسهر، ولا في سهرات كل يوم اوفر تايم، وبعد الاوفر تايم لو عايز اكتر من كده كله بالحساب بصراحه. جايب اسرتك هنا معاك؟ رضاني بس لا، الاسره صعبه، التعليم بتاعهم والاستقرار، انا مستقر في اسكندريه طبعا، لو في فرصه استقرار هنا انا ممكن اجيب اولادي واقعد هنا، مفيش اي مشاكل يعني. بس انا عندي طب، في كليه طب في اسكندريه. اللهم لك يا رب. طب قبل المشروع هنا كنت شغال فين؟ العالمين. مشاريع الدوله كلها؟ دوله، ما انا بره الدوله، لان طبعا سن الواحد كبير. انا شبابي قضيته بره في السعوديه وفي دبي طبعا، خلاص استقريت غربه، اجي بقى اسكندريه واستقريت في مصر. طبعا كل الناس وكل الناس اللي بتشتغل هنا، مشاريع الدوله وفرت فرص عمل لعدد كبير جدا منهم الحمد لله، وفتحت بيوت ناس كتيره جدا. يعني معظم الناس اللي موجوده هنا شغاله في مطار سانتا كاترين كانوا شغالين قبل كده في العاصمه، وكانوا شغالين قبل كده في العالمين وفي كل مشاريع الدوله. فانا بشكركم وتسلم ايديكم. احنا يعني في الحقيقه من غيركم كان صعب قوي اي حاجه تتنفذ. خلينا برضو ناخد حد تاني معانا. اهلا وسهلا بيك يا فندم. مهندس خطاب، تيم ليدر مكتب فني. شغل اخباره ايه هنا في المكان؟ والله زي ما حضرتك شايفه كده الدنيا تمام، واعتقد نسبه التنفيذ كويسه، و يعني احنا قدرنا في فتره قصيره جدا ان احنا يعني ننجز المشروع ونقفله يعني الحمد لله. الشغل هنا في المطار شغال على قدم وساق استعدادا باذن الله لافتتاحه علشان يكون مطار عالمي. بالظبط. هو زي ما قلت لحضرتك، احنا يعني من سنه اعتقد، وقال لي من سنه الدنيا هنا ما كانش فيه حاجه خالص. الشغل ده حصل في وقت قصير جدا، قياسي جدا. قياسي بالظبط، يعني ما كملناش يعني، كانت بسرعه، كله بسرعه. قبل المشروع هنا كنت فين؟ قبل المشروع اشتغلت في أماكن تانية، اشتغلت في مسجد مصر في حي الوزارات، واشتغلت في العاصمة. في العاصمة وفي إسكان غرب الشروق، كذا كذا مكان يعني. المشاريع اللي بتنفذها الدولة، المشاريع القومية في كل المحافظات، شايف وفرت فرص عمل إزاي لعدد كبير جدا من الناس؟ هي أكيد وفرت فرص عمل كتير، يعني حجم المشاريع وفرت فرص عمل للناس، مهندسين وعمال وصناعية وأكتر يعني فئات كتير، فالحمد لله يعني فتحت فرص عمل كتير. شكرا ليك وكل التوفيق. طبعا كل اللي بيميز مشاريع الدولة إنه مش بس بتتنفذ في زمن قياسي، ولكن دايما الجودة بتكون موجودة. يمكن في أقل من سنة لو كنا جينا ما كناش شفنا حجم الإنجاز اللي احنا شايفينه دلوقتي. لسه مكملين طبعا مع حضراتكم. ست المحافظ، عايز تقول حاجة؟ والله عايز أشكرهم، ومعظمهم اللي كبير شوية في السن اشتغل معايا، لأن جاي من اللي بيحكوا فيه، من العاصمة الإدارية للكيان العسكري بمسجد مصر، وهم بصراحة وجوههم شريفة. صحيح. بس من الوجوه المشرفة اللي معانا كمان الأستاذ برحبي. رمضان قطب رمضان، محافظة الفيوم. أهلا بيك، بالك قد إيه شغال هنا؟ بقالي سنة. سنة؟ يعني بداية المشروع خالص؟ إن شاء الله. طب أنا عايزة بقى أسألك على حاجة، إزاي المشروع ده اتنفذ بالجودة دي في زمن القياسي ده؟ الإدارة ممتازة مفيش كلام، مهندسين التنفيذ بسم الله ما شاء الله عليهم، يعني بيجتهدوا على قد ما بيقدروا، واحنا معاهم طبعا من قلبك، ولا عشان سياده المحافظ معانا؟ لا لا، عمر شفت سياده المحافظ واتشرفت بيه طبعا، بس انا بقول الحقيقه يعني ساعه ما جيت المطار بصراحه يعني التنفيذ والاداره ممتازه. انا شغال في واخدين بند الرخام شركه البدر ماربل، احنا شد بس يعني اول ما جينا مفيش اي تاخير في حاجه، مفيش اي مثلا حاجه بتعوقنا وكده، مع بعضينا ايد واحده. مبسوط في المكان؟ الحمد لله. الشغل كويس؟ الحمد لله، الحمد لله ان في شغل والناس شغاله وكل الناس مبسوطه. تخصصك ايه؟ بند الرخام. بقالك قد ايه اصلا شغال في الرخام؟ انا بقالي 10 سنين. شغال فين قبل المشروع؟ قبل ما ناخد المنظره العالميه شغالين في حسن علام التجلي. مشروع التجلي. طيب انا عايز بقى اسالك، ايه رايك بقى في مشروع التجلي الاعظم؟ إيه اللي اتنافس وانت بقالك هنا موجود، بقالك يعني كتير موجود متواجد ونافست مشاريع كتيره؟ جميل، شغال برضه ما فيهوش اي مشاكل، برضه اشتغلنا فيه على قد ما اشتغلنا، كل حاجه كانت متوفره، مفيش اي مشاكل. اولا تسلم ايديكم وكل التوفيق لحضراتكم، ويعني ايد بتبني
وإيد بتحمل السلاح. إحنا معانا الإيد اللي بتبني، ونشكركم جدا على مجهودكم العظيم.